وبعدين معاكي بقى. انت هتفضلي حاطه ايدك على خدك كده؟ يا ستي احمد اتجوز. اتجوز مش سافر. جرى ايه يا عمر بقى ما تسيبها في حالها؟ ما عملت كده يوم خالد انت نسيت؟ ما نسيتش يا ستي. بس كفايه كده بقى. انت عارف يا عمر زي ما اكون ضفري طلع من لحمي. امال هتعملي ايه لما امشي انا بقى؟ تمشي تروح فين؟ اوعى تقول لي سفر ولا داول. لما اتجوز. هو انا مش هيجي لي يوم واتجوز وامشي من هنا؟ ما تقولي لها حاجه يا سوسن. مش لما نجوز اختك ونلاقي لها عدالها الاول بعدين نفكر في جوازك؟ يا لهوي ممكن يمشي كلهم ويسيبوني لوحدي. عمرك ما هتبقي لوحدك يا ست الحبايب. امال احنا رحنا فين؟ ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا ويخليكوا ليا. انا عندي فكره بمليون جنيه. ايه هي؟ ايه رايك لما نيجي نتجوز انا وسوسن نجوزك بالمره معانا؟ ايه الادب انت؟ تعود هنا يا ست. اسمعيني الاول. اشتري مني. انت باين عليك عايز تضرب يا واد انت. ده انا هجوزك راجل لوز، راجل ولا كل الرجاله. امسكوني يا سوسن. سوسن سوسن ماشي ماشي سيبك. لا 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 ايه يا واد انت؟ انت تغور من وشي يا واد انت. اغور من وشك فين؟ انا قاعد معاك وساكن معاك هنا. تغور على اوضتك. على اوضتي؟ ايوه. طب سيبي ودني. طيب مش هسيب ودني. سيب ودني يا مش هسيب ودني. سيبي ودني والنبي. اخر مره. اخر مره. يلا. هو كده؟ اللي عايز مصلحتكم تعملوا فيه كده؟ بقى الجواز وحش، عيني في عينك كده طيب. يا واد بقول لك غور من وشي يا واد. خلاص خلاص خلاص، ده انت حماقيه قوي. تصبحوا على خير. انت من اهله يا غلباوي. انا ما اعرفش الواد ده طالع لمين؟ ما اعرفش. بس شربات يا ماما. هو من جيش شربات شربات وزي العسل كمان. تموتي فيه انت يا ام خالد. طبعا ما هو اخر العنقود. لا هما مش بيقولوا اخر العنقود سكر معقود، لكن والله العظيم ابدا كلكم غلاوه واحده. والنبي انت اللي غاليه، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا ماما. تعرفي يا سوسن بكره لما تتجوزي وتخلفي هتعرفي قد ايه انتوا غاليين عندي. هو انا لسه حستنى لما اتجوز واخلف عشان اعرف؟ ده انت الحب والحنان كله يا ام خالد يا قمر. حبيبة قلب امك انت. لا يا ام سوسن يا قمر. ماشي حبيبتي. صباح الخير. وانت من اهله. ماما وافقي على الوسطى محمود. انت حملك كبير قوي، واذا كان ربنا سهلها لخالد واحمد فاحنا مش عارفين ايه اللي هيحصل لنا وعمر. وبعدين يا ستي انا موافقه على الراجل ده. بقى معقوله اللي كانت عايزه تتجوز واحد زي اللي راح هتتجوز واحد زي ده؟ ده انت ست الناس يا بنت اصيله. اوعك تقولي ان امك جهله انها ما بتفهمش وغبيه. لا امك بتعرف كويس قوي وبتفهم كويس قوي. ده انت ست الكل يا ماما. ان شاء الله بكره ربنا يديك اللي انت عاوزاه. وبيشوفي وقولي امي قالت لي. خلينا دلوقتي في اخوك اللي عايز يهاجر. اه بس ده امله من زمان يا ماما. وبعدين هو متخيل ان مستقبله هناك احسن. عارفه بقى لو فعلا طلع غير لائق في الجيش زي ما هو عايز ساعتها مفيش حد فينا هيعرف يكلمه خالص. يا رب تقبل في الجيش يا عمر يا ابن بطني بحق جاه النبي يا رب. امشي دلوقتي حالا. سوسن انا عايزك في حاجه مهمه جدا، هستناكي في نفس المكان. امشي دلوقتي امشي. اوعي ما تجيش لحسن هاجي هنا تاني. يا وليد مش وقته. يلا سوسن انا رايح مشوار مع ايمن وراجع على طول. مالك يا بنتي؟ عندي صداع فظيع مش عارفه اعمل ايه. طب ما تروحي. لا ده زميلتها غايبه النهارده. خلاص خلاص انا هستحمل يا استاذ حسام. ما تخليها تروحي بابا، دي باين عليها تعبانه قوي. طيب روحي انت يا سوسن، خلي الاستاذ مصطفى يحل محلك. يلا يا ابني. مش قادر انساكي ومستعد اتجوزك. قلتي ايه؟ ومامتك وباباك مش هيعرفوا. طبعا مش ممكن. لا اللي مش ممكن ان احنا نبعد عن بعض تاني، وانا مش مستعد للموضوع ده تاني ابدا. انت بتحبيني ولا لا؟ ما تردي عليا يا سوسن. عايز مني ايه بس بالظبط؟ ما انا قلت وخلاص. وايه اللي انت قلته وخلاص؟ عايز منك رد. هتتجوزيني ولا لا؟ انت شكلك بتهزر، وبصراحه بقى انا مش حمل الهزار ده. افهميني افهميني يا سوسن، مش عايزين نضيع حبنا عشان شوية كلام فاضي. اديكي شفتي، انت بعدتي وانا بعدت، وكانت النتيجة ايه؟
عشان خاطري لازم تفكري كويس من فضلك. انا هستنى ردك بكره. انا هستناكي هنا بكره وهحلم بموافقتك يا حبيبتي. ايه صوت يا حبيبتي؟ مالك سرحانة في ايه؟ ابدا يا ماما، اصل في واحدة صاحبتي حكيت لي على مشكلة ليها وكانت عايزة رأيي وانا مش لاقية لها اي حل. وايه هي المشكلة بقى؟ ابدا، متقدم لها عريس كويس قوي وهي عايزاه قوي قوي. طب ما كويس اهو، تتجوزوا على طول. لا، ما هو مش عايز يقول لأهله إنه هو هيتجوزها. لا، دي تسيبه على طول وسكة السلامة. ليه بس كده يا ماما؟ هو إيه اللي ليه؟ رضا الأهل واجب، ثم عينك ما تشوف إلا النور بقى لو أهله عرفوا. ثم هو مش عاوز يقول لأهله ليه؟ أبداً، ظروف. بقولك إيه يا سوسن، الراجل ده ملاوع، خليها تسيبه قبل ما هو يسيبها. طيب هو مش ممكن يعصى أهله ويخليه معاها؟ لا بقى، ده راجل ملوش امان، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في اي حد تاني. سوسن. نعم. فاكره الشاب اللي تقدم لك عشان يتجوزك اللي اشترى خاطر اهله ده؟ ايه رايك بقى ان انا احترمته قوي وقدرته؟ امال ايه يا سوسن؟ ده إلا الأهل، ده المثل بيقول أهلك لا تهلك. يلا يلا قومي نامي وانصحي صاحبتك تصرف نظر على الراجل ده. يلا حبيبتي، يلا تصبحي على خير. انت من أهل ماما. ايه، مفيش بوصل ماما؟ يا حبيبتي تصبحي على خير. وانت من أهل. أهلا 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 أهلا. ازيك يا ست؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك يا حبيبتي. ايه مالك يا حبيبي، مهموم ليه؟ من اللي بشوفه يا اما. خير يا ابني، كفى الله الشر. عارف الواد سعيد ابن سيد الاشقر؟ يا اخويا عارفاه. ماله؟ انا اروح للمأذون من غير امي واخواتي والاستاذ حسام؟ ومين قالك انك هتروحي للمأذون اصلا؟ يعني ايه بقى؟ امال هنتجوز ازاي؟ هنتجوز عرفة. ازاي تسمح لنفسك انك تقولي حاجه زي كده؟ انت فاكر نفسك ايه؟ انا بنت اصول يا استاذ. بعدين لعلمك بقى، انا غلطانه ان انا جيت اتكلم معاك. انا عارف الكلام ده ومتاكد منه يا سوسن. انا بحبك وانت واثقه في كلامي، انا بس بحاول الاقي حل وسط يرضينا ويرضي اهالينا، دول برضو اهلي يا سوسن. ها قلتي ايه؟ برضو لا. وانا مش هاخد ردك دلوقتي عشان ده هيتوقف عليه حياتنا سوا. يا تخسريني يبقى ملكك. أنا عند قرار يا وليد، لا يعني لا. وأنا لسه عند طلبي. سوسن، ما تبيعنيش وأنا شريكي بالشكل ده.